اللياقة صراحة يعني كان تحدي جميل لي أنا، لأن كبداية بديتها كانت جدا صعبة على الحال اللي فيني. شخصت بالرجفان الأذيني في القلب، وهذا يعني أن القلب ما يضخ الدم بطريقة صحيحة، وهذا يعني أثر في دقات القلب وعدم توازنها. تعدلت من ناحية أسلوب حياة، من ناحية طاقة إيجابية، حتى في العمل قامت يعني إنتاجيتي قامت تزيد، بدال 100% قمت أعطي 300%. يوم كنت مع الدكتورة منال قالت لي شيء، قالت لي عبد الله أنت يمكن سويت اللي عليك واللي تقدر الحين، بس هذا مو بيعني أنك أنت ما تقدر، هذا يعني أنك أنت إن شاء الله بتتحسن. عبد الله أنت اليوم كنت ممتاز، بطل ما شاء الله عليك، بس ما أبغيك تستخدم عذر الوزن عشان ما تكمل السباق. يوم شفنا آخر حلقة الحمد لله بدعت وطفت الحواجز كلها بدون استثناء. وإذا بخبر الناس، أنا نزل وزني 14.2 كيلو بطريقة طبيعية، يعني وأنا جدا جدا فخور. إن شاء الله أنا مستمر، وأنا إن شاء الله بوافي الناس في 30-30 السنة الجاية إذا الله أحيانا، وبكون واحد من اللي يكونوا بارزين في هذا التحدي.